أن بعض من الأفراد من بلادنا الجزائر يعني تطوعوا، وهذا بعد طلب من قبل العراقيين، يعني طلبوا أن تأتي إليهم مجموعة محددة. فهل ذهابهم هذا، وهذا رغم أن الدولة لم تمنع ذهابهم هذا، يعني هل هو شرعي أم لا؟ ما نراه شرعيا لسببين اثنين. السبب الأول أنه دون إذن الدولة التي يعيشون تحت نظامها، والسبب الآخر أنهم أفراد ليس لهم صيانة كما تصان الجيوش برا وبحرا وجوا. فلهذا وذاك ما ننصح فردا أو أفرادا من الشباب المسلم المتحمس لإعانة الجيش العراقي أو الشعب العراقي، إلا إذا كانت إعانة ليس لها علاقة بالقتال كالتمريض ومداواة الجرحى ونحو ذلك، فهذا شيء آخر ولا نرى منه مانعا. لعله وضح لك جوابي.